أيها الإخوة، شيء أرويه لكم لكي يعني تلتزموا هذا الأمر. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت أطوف حول الكعبة فأبصرت رجلا متمسكا بالكعبة، نعم، متشبسا بأذيال الكعبة، وهو يدعو قائلا: اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك. فقلت للداعي: أعد أعد هذا الدعاء الذي تقول. فالتفت إلي وقال: أسمعت؟ قال له سيدنا علي: نعم. كرر الدعاء وقال له: أدعو الله بهذا الدعاء دبر كل صلاة، فوالذي نفس الخضر بيده ما دعا بهذا الدعاء داع إلا غفر الله له ذنوبه كلها. فاحفظوا هذه الكلمات وادعوا الله بها دبر كل صلاة.